بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: موافقة فلسطينية ورفض إسرائيلي لمقترح مصري جديد للتهدئة وارتفاع عدد الشهداء جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع. النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا تظهر تقدم أردوغان ب 54% من جملة أصوات الناخبين. مركز القبول الموحد يؤكد وجود أكثر من 4300 مقعد دراسي لا تزال شاغرة بعد الفرز الأول. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب التشادي الصديق التقدم والرقي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس بينينو أكينو رئيس جمهورية الفلبين ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئته أو على تهنئة جلالته له، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة وللعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والرقي. وافق الوفد الفلسطيني في القاهرة على مقترح مصري جديد يدعو إلى هدنة مدتها 72 ساعة من أجل استئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي تجرى برعاية مصرية، فيما رفض الجانب الإسرائيلي الاستمرار بالمفاوضات مشترطا وقف إطلاق النار لإعادة استمرارها. ومن ناحية أخرى قالت مصادر طبية فلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف نفذته طائرات الاحتلال على قطاع غزة، وفي الخليل استشهد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وإن كانت الأحداث أقل سخونة من سابقاتها في العدوان الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل أبقت الوضع الميداني على ما هو، قصف جوي وأحيانا مدفعي يودي بحياة المدنيين كما جرى في بيت حنون باستشهاد فلسطيني في غارة على سيارة تابعة للبلدية، وأخرى امرأة في خان يونس وطفل في دير البلح، مع تسجيل عشرات الإصابات في سلسلة غارات على رفح تزيد من عدد الشهداء. الولد لا مكان، حامل سلاح ولا حامل ولا حاجة، ولد رايح يشتري، أطفالنا رايحين يشتروا، أطفالنا بيلعبوا، إيش لهم فيهم؟ وتتعمق الأزمة الإنسانية في المجال الصحي مع ارتفاع عدد الجرحى إلى 10,000، حيث تواجه الأطقم الصحية صعوبات في تقديم العلاج. جزء كبير من المرضى الذي نقوم بتخريجهم وجاهزين للخروج، عند خروجهم ما فيش إله بيت المريض، أين يذهب؟ ما فيش إله مكان، وبالتالي هذه جزئية لا تزال موجودين في المستشفى. جزء آخر إذا خرج المريض إلى البيت، البيت ما فيش فيه كهرباء، ما فيش فيه مية. وإلى ذلك توافقت الحكومة الإسرائيلية على استمرار العدوان العسكري على قطاع غزة ورفض المفاوضات تحت النيران، حيث سقطت عدة صواريخ على مواقع إسرائيلية. إسرائيل تمشيخ لفول بكل درخ. إسرائيل لن تتفاوض تحت النار وستواصل العمل بشتى الوسائل من أجل تغيير الواقع الحالي وجلب الهدوء لجميع مواطنيها. عاد شنشلم تملخة. هو يريد بشكل أو بآخر أن يوجه هذه الرسائل ليبقي على التماسك الحكومي، ليبقي على تماسك الجبهة الداخلية، ليظهر بالمظهر أو يتمظهر مظهر اللا هزيمة ليس النصرا. المجتمع الإسرائيلي تجاوز مرحلة أن إسرائيل انتصرت في هذه المعركة، على الأقل يقولون أننا لم نهزم. وإلى ذلك تلكأ الوفد الإسرائيلي بالسفر إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة لتثبيت تهدئة لمدة 3 أيام تتيح استكمال المحادثات دون شروط مسبقة بالرعاية المصرية. هذا المقترح هو قيد الدراسة والأمور مرهونة بماذا جدية الموقف الإسرائيلي تجاه المفاوضات. لا أعتقد أننا يعني سنحرم المصريين من فرصة من مساحة وقت إضافية لاستنفاذ الجهود.
وفي جنوب الضفة الغربية استشهد طفل برصاصة أطلقتها قوة عسكرية في مخيم الفوار في الخليل، واندلعت مواجهات مع القوة الإسرائيلية المعتدية. وإن تجاوز الطرفان إطلاق النار عبر تهدئة لساعات، فإن احتمالات انهيارها مرجح، كون إسرائيل تحاول تجزيم المطالب الفلسطينية وإبقاء الجميع مكانك سر في مفاوضات انتهجت مثلها سابقا. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. أظهرت نتائج أولية تقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في سباق الرئاسة في الجولة الأولى بحصوله على 54% من الأصوات مقابل 36% لمرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو. وشارك في الانتخابات نحو 53 مليون ناخبا في أول انتخابات رئاسية مباشرة تشهدها تركيا. أفاد مصدر طبي في مدينة الفلوجة غرب العراق أن 17 عراقيا بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف مدفعي على المدينة. وقال المصدر إن مستشفى الفلوجة استقبل جثث 7 قتلى و10 جرحى إثر تعرض مساكنهم لقصف بقذائف المدفعية نفذته مدفعية الجيش العراقي الذي يحاصر المدينة منذ نحو 8 أشهر. في الأثناء بدأت بريطانيا اليوم إلقاء مساعدات إنسانية على المدنيين المهددين بتقدم مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، وألقت طائرتان أرسلهما الجيش البريطاني بمواد غذائية ومياه للشرب إلى العالقين في جبال سنجار، موضحة أن طائرة ثالثة تلتهما في وقت لاحق. ومن بغداد، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق تمثل كل العراقيين. فابيوس قال بعد لقائه الرئيس العراقي ووزير الخارجية حسين الشهرستاني إن العراق بحاجة لحكومة وحدة وطنية يشعر جميع العراقيين بأنها تمثلهم كي يتسنى لهم مكافحة الإرهاب سويا. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي اليوم مجددا لإجراء مشاورات حول تسمية رئيس الحكومة العراقية. في سوريا قتل أكثر من 12 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال في غارات جوية للطيران السوري على مدينة الرقة معقل تنظيم ما يسمى بداعش. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان جرح في القصف الذي استهدف حي المشلب والبدو جرح 23 شخصا بينهم جنين أنقذ من رحم والدته التي أصيبت في القصف، موضحا أن الضحايا كلهم مدنيون. في لبنان، وبعد أيام من الاشتباكات بين القوات اللبنانية ومسلحين، أحكم الجيش سيطرته على كامل مواقعه المحيطة ببلدة عرسال الحدودية مع سوريا. وأفادت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني وسع انتشار قواته في مواقع استراتيجية عدة للتصدي لأي مغامرة قد يقدم عليها المسلحون. وكان الجيش اللبناني أعلن عن ارتفاع حصيلة الضحايا في الاشتباكات إلى 18 قتيلا من عناصر الجيش و86 جريحا، إلى جانب احتجاز 19 جنديا و17 رجل أمن من قبل المسلحين. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طائرة تابعة لشركة سبهان الإيرانية كانت في طريقها إلى مدينة طبس في شمال شرق إيران، وعلى متنها 48 تحطمت على طريق قرب مطار مهرباد، مما أدى إلى وفاة 38 شخصا على الأقل. وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن جميع الركاب والطاقم على متن الطائرة توفوا، لكن وسائل إعلام قالت في وقت لاحق إن بعض الركاب أصيبوا ونقلوا للمستشفى. لقي 5 أشخاص بينهم طفلان حتفهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم نفذه انتحاريون بالقرب من قافلة لحلف في شمال الأطلسي الناتو في العاصمة كابول. وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا استخدم سيارة مفخخة مستهدفا قافلة لقوات أمريكية. وأضاف المصدر أن الهجوم لم يلحق أي إصابات بأي فرد من القوات الأمريكية وأن جميع الضحايا مدنيون. من جانبها أعلن الطالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
سارعت السلطات اليابانية إلى إجلاء أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم بعد أن ضرب إعصار هالونغ جنوب غرب اليابان. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الإعصار وصل إلى مدينة تياكي بجزيرة شيكوكو، وقد صاحبته أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، الأمر الذي دفع الوكالة إلى رفع حالة الإنذار القصوى بمحافظة مي غرب العاصمة طوكيو، محذرة من انهيارات طينية وفيضانات الأنهار التي قد تحدث بعد أن وصل ارتفاع الأمواج إلى 10 أمتار. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. معرض الموروثات التقليدية بولاية بهلة، إرث حضاري ومفاهيم إنسانية حاضرة. من هنا تبدأ أسطر الحكاية. تقاليدها راسخة كالجبال. أصالتها مضرب مثل في كل مكان. بساطتها ليس لها مثيل. لا حدود لكرمها. حاضرها مشرق متجدد. مهرجان صلالة السياحي 2014 من 30 يوليو إلى 6 سبتمبر. موافقة فلسطينية ورفض إسرائيلي لمقترح مصري جديد للتهدئة وارتفاع عدد الشهداء جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع. النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا تظهر تقدم أردوغان ب 54% من جملة أصوات الناخبين. مركز القبول الموحد يؤكد وجود أكثر من 4300 مقعد دراسي لا تزال شاغرة بعد الفرز الأول. أكثر من 4300 مقعد دراسي في مؤسسات التعليم العالي ما زالت شاغرة، هذا ما أكده مركز القبول الموحد خلال إعلان نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2014-2015. وبلغ عدد المقاعد الدراسية أكثر من 31,000 مقعد دراسي، تركزت معظمها في التخصصات الهندسية والتجارية والتكنولوجية بنسبة 74% من مجموع عدد المقاعد. وأوضح المركز أن نسبة عدد المقاعد التي تم التسجيل فيها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بلغت 63% من إجمالي مجموع المقاعد التي تم الإعلان عنها. تزامنا مع فترة إعلان نتائج قبول الطلبة عبر مركز القبول الموحد، افتتح اليوم معرض مؤسسات التعليم العالي بمركز عمان الدولي للمعارض. المعرض الذي يستمر حتى 13 من الشهر الجاري تقدم فيه الجهات المشاركة الفرص التعليمية المتوفرة لديها للعام الأكاديمي 2014-2015 للحاصلين على دبلوم التعليم العام وما يعادلها. بمشاركة 21 مؤسسة تعليمية و13 مؤسسة طلابية، يأتي معرض مؤسسات التعليم العالي ليوفر فرصة لخريجي دبلوم التعليم العام للتعرف على مؤسسات التعليم العالي في السلطنة. ويتواجد في المعرض ممثلون للكليات والجامعات المحلية ليمثل ذلك لقاء مباشرا مع الزوار للرد والإجابة على الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب. تمثل هذه المعارض فرصة لبنان الطلاب للتعرف على فرص التعليم العالي بوجود هذه النخبة من المؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، تتاح لهم الفرصة للالتقاء بالمسؤولين والتعرف عن قرب عن خصائص البرامج التي يرغبون فيها وعن أيضا التوقعات بالنسبة للدراسة الجامعية. ويعتبر معرض مؤسسات التعليم العالي بادرة سنوية تقدم لخريجي دبلوم التعليم العام
الفرصة للتعرف على التخصصات والمجالات التي توفرها المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ما من شأنه أن يكسب الطالب المعرفة الكافية قبل الدخول في الدراسة الجامعية. فهي فرصة للالتقاء بهم بشكل مباشر والإجابة على كل تساؤلاتهم التي قد تطرأ على بالهم يعني، وفي نفس الوقت أيضا إعلام المجتمع بكل ما هو جديد. ويمكن المعرض زواره من أخذ فكرة عامة عن المجالات الأكثر حيوية في سوق العمل من خلال استعراض المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في ساحة المعرض. أقدم لهم بعض النصائح. أولا اختيار عن طريق النظر إلى سوق العمل وإلى ميولاتهم الشخصية لكي يكونوا على توازن تام في اختيار المواد والتخصصات. ويأتي المعرض هذا العام ليوفر الفرصة للمؤسسات الطلابية للمشاركة وإبراز منتجاتهم كنوع من الدعم والتشجيع والحافز للزوار من فئة الطلبة والطالبات. هنا في مثل هذه المعارض تكون الفرصة مواتية للطالب أن يلتقي بممثلي المؤسسات التعليمية، وفي ذلك فرصة ليطرح عليهم ما يختلج صدره من استفسارات مما ينعكس عليه إيجابا، حيث يمنحه ذلك الراحة والطمأنينة قبل بدء الدراسة الفعلية. من أرض مركز عمان الدولي للمعارض، موسى بن جعفر اللواتي، مسقط. تكثف شرطة عمان السلطانية والتشكيلات المساندة الأخرى جهودها في محافظة ظفار نظرا لأعداد الزوار الذين يتوافدون عليها للاستمتاع بموسم الخريف، حيث تعمل على تقديم وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات على مدار الساعة لتحقيق سلامة وأمن زوار المحافظة. محافظة ظفار الوجهة السياحية الأولى من داخل السلطنة وخارجها، حيث توافد أكثر من 500 ألف زائر لموسم الخريف منذ بدايته في 21 من يونيو ومن مختلف دول العالم، وشكل العمانيون ما نسبته أكثر من 70%، بينما بلغ عدد زوار القادمين عن طريق المنافذ البرية أكثر من 145 ألف زائر، مما يتطلب توفير كل الإمكانات والإجراءات الهامة على سلامة زوار المحافظة. وتعمل شرطة عمان السلطانية على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات على مدار الساعة وفي مختلف المواقع، وذلك ممثلة بقيادة شرطة محافظة ظفار والتشكيلات المساندة الأخرى. السنة هذه بالذات كانت استعدادها جيدة، وذلك من خلال خطة تسمى خطة خريف ظفار تنفذ سنويا وتنبثق عنها بعض الخطط الفرعية، وعادة الخطة هذه تصدر من القيادة المقرة. بالنسبة لنا كمحافظة ظفار بدينا في المركز المتنقل من بداية 1/7 اللي فيه تين، وبدينا في الإسناد الداخلي لطرقنا من حول المحافظة وانتشار دورياتنا في جميع المناطق أو النيابات أو الولايات في المحافظة، كثفنا متواجدنا الأمني. وتنتشر الدوريات على طول الطريق المتجه إلى محافظة ظفار للمراقبة وتقديم الخدمات المختلفة. كما تعمل قيادة شرطة محافظة ظفار على تسيير الدوريات في السهول والجبال والأماكن السياحية التي تشهد تجمعات سياحية لتقديم المساعدة والعون حالة طلبها وتفعيل المراكز المتنقلة. وتسعى شرطة عمان السلطانية لتوفير المظلة الأمنية الشاملة لزوار خريف ظفار من خلال بث الوعي والمشاركة في المعارض وتوزيع الكتيبات في مختلف المواقع. الرائد سعيد بن محمد البداعي، ظفار. شهدت ولايتي نزوة وبهلة اليوم هطول أمطار متفاوتة الغزارة، حيث شهدت بلدة طيمسة بولاية نزوة أمطارا متوسطة الغزارة، فيما شهدت بلدتا خميلة والفتح أمطارا من متوسطة إلى خفيفة. وهذه لقطات للأمطار في الولايتين، جعلها الله أمطار خير وبركة.
تمكين المراسل الصحفي في تغطية الأحداث المحلية والعالمية ونقل الرسالة الإعلامية إلى القارئ والمستمع والمشاهد كانت أبرز محاور فعاليات ملتقى المراسل الصحفي الثاني الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية في محافظة ظفار. وشهد حفل افتتاح الملتقى حضورا لشخصيات إعلامية عمانية وخليجية وعربية. رعى الملتقى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. وأصبح الإعلام هو القاطرة التي تقود الشعوب في كل مجالات الحياة. افتتحت فعالية الملتقى الثاني للمراسل الصحفي الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمحافظة ظفار بحضور عدد بارز من الشخصيات الإعلامية العربية والخليجية والمحلية من رؤساء النقابات الصحفية ورؤساء التحرير وعدد من الممثلي وسائل الإعلام المختلفة بمشاركة أكثر من 60 مراسلا من مختلف المؤسسات الإعلامية. حقيقة ستضيف الشيء الكثير جدا. أول الإضافات هو التقاء الإعلاميين مع بعضهم وتبادل الخبرات والأمور التراكمية التي اكتسبها المراسل من خلال عمله الصحفي أو في الميدان الإعلامي. ويستمر الملتقى لمدة 5 أيام يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جمعية الصحفيين العمانية لتعزيز دور المراسلين في السلطنة من خلال العديد من المناشط والفعاليات التأهيلية والتدريبية الهادفة إلى الارتقاء بمهارات المراسلين كجزء من منظومة العمل الإعلامي في السلطنة. المراسل الصحفي الآن اختلفت وجهة أو الرؤية اختلفت فيما يتعلق ماذا نريد من المراسل الصحفي، هل نريد مراسل صحفيا تقليديا أم مراسل صحفي متجدد رؤيته مختلفة، ماذا يريد أن يقدم من خلال الموقع اللي هو موجود فيه أو المحافظة أو الولاية المراد يعني تغطية أنشطتها وفعاليتها. الآن إما أن يكون هناك رؤية تحليلية للقضايا أو الأحداث المقدمة أو إذا ظلينا على الخبر، فأعتقد أن هناك الآن تنافس كبير من قبل الوسائل الإعلامية الأخرى الإلكترونية. إن السبق الصحفي لا يتحقق إلا باحترافية وبحث الإعلامي عن أصل الخبر ومصدره، وهو في الأصل الصانع الحقيقي للمادة الإعلامية. محمود بن سيل، تبوك، محافظة ظفار. وننتقل الآن إلى أبرز الأخبار الاقتصادية مع زميل سامي أولا الثاني. مساء النور مشاهدينا، أهلا بكم في أخبارنا الاقتصادية ومن أبرز عناوينها. مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية يغلق على ارتفاع طفيف عند مستوى 7328 نقطة. استهل مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية جلساته الأسبوعية بانخفاض طفيف ليغلق عند 7328 نقطة بإجمالي قيمة تداول جاوزت 5 ملايين ريال بعد تداول أكثر من 16 مليون سهم. لا يزال قطاع البنوك يطغى على تداولات سوق مسقط الأوراق المالية بالتزامن مع صدور البيانات المالية للشركات، كما أن هناك عمليات تجميع من مؤسسات محلية وأجنبية خاصة في أسهم القطاع المالي. معظم التداولات التي يشهدها السوق حاليا تأتي من مؤسسات واستثمار مؤسسي، ويظهر ذلك من التركيز على الأسهم القيادية والرئيسية خاصة قطاع البنوك وقطاع شركات الطاقة. هناك غياب للمضاربين في الوقت الحالي ربما بسبب موسم الإجازات، ربما بعد عودة المستثمرين في نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر نشهد تداولات أفضل للمضاربين. هناك طلبات أيضا على قطاع الطاقة مع انحسار عمليات المضاربة، وقد سيطر على تداولات اليوم سهم شركة عمان والإمارات القابضة بعد أن تداول المستثمرون على سهم الشركة بأكثر من 4 ملايين سهم، وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية والتي جاءت منخفضة عن الربع السابق. هناك أيضا تراجعات واضحة على الشركات التي عادة يستثمر فيها الأفراد مقابل استقرار للشركات التي تستثمر فيها المؤسسات. أحجام التداول تحت المطلوب ولا زالت، ولكن هذا شيء اعتدنا عليه في فترة أسواق الصيف خاصة مع غياب بعض الأشخاص المحركين في المؤسسات الرئيسية. هناك نوع من الانخفاض في أعداد المستثمرين، في انخفاض في أيضا التوجه للسوق في الوقت الحالي، ولكن طبعا الأسواق تتحرك في مرحلة وقيمة جيدة
وبالتالي نتوقع أن تكون أدائها بعد عودة المستثمرين تكون تحركات الأسواق أفضل. على صعيد الاستثمار المحلي وغير العماني، المستثمرون المحليون اتجهوا اليوم نحو عمليات الشراء، بلغت نسبة شرائهم 83% مقابل 77% نسبة بيع المستثمرين والمؤسسات المحلية. أما المستثمرون غير العمانيين بلغت قيمة شرائهم 886,000 ريال، وقيمة بيع غير العمانيين 1,180,000 ريال، وتراجع صافي الاستثمار غير العماني 290,000 ريال وبنسبة 6%. أوضح مؤشر حركة التشغيل الأسبوعي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة القوى العاملة عن تشغيل 1078 مواطنا في مختلف التخصصات، حيث مثل قطاع الإنشاءات ما نسبته 21.2%، فيما تم التشغيل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.7%، ومثل قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية 17.7%. سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سمح بتوجيه ضربات عسكرية لأهداف محددة على مواقع لجهادي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف تسليم سبتمبر بمقدار 35 سنتا إلى 97.69 دولارا، بينما ارتفع سعر برميل البرنت 67 سنتا ليصل إلى 106.11 دولارا. الخطوط الجوية الماليزية تنوي أخذ خطوات جديدة للشركة بعد فقدان طائرة تابعة لها الشهر الماضي وتحطم أخرى فوق شرق أوكرانيا. ومن بين هذه الخطوات إعادة هيكلة الشركة بالكامل وتقليل الرحلات ذات الدخل الضعيف بعد الخسائر المتتالية التي شهدتها الشركة هذا العام. عرض صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي خزانة صاحب أغلبية الأسهم في شركة الخطوط الجوية الماليزية 436 مليون دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يمتلكها في الشركة تمهيدا لخصخصتها، ويمهد ذلك لاتخاذ إجراءات أخرى مهمة مثل تقليل عدد الرحلات التي تحقق أرباحا ضعيفة وتخفيض الحجم الضخم لمرتبات موظفي الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد. كانت الحكومة الماليزية قد تعهدت بإعادة هيكلة الشركة بالكامل والتي يتألف أسطولها من 150 طائرة ويعمل بها نحو 20,000 موظف. وعلى مدار 3 أعوام سجلت شركة الطيران الماليزية خسائر مادية بسبب المنافسة الشديدة مع شركات الطيران المحلية التي تسير رحلات بتكلفة منخفضة. وتعرضت الشركة لكارثتين جويتين كبيرتين في عام واحد، ففي مارس الماضي فقدت طائرة تابعة لها وعلى متنها 239 راكبا بالإضافة إلى طاقمها بعد إقلاعها مباشرة من كوالالمبور، وفي يوليو تحطمت طائرتها فوق شرق أوكرانيا وقتل 198 شخصا هم كل من كانوا على متنها بعد أن تم إسقاطها. وباءت المحاولات السابقة لإعادة هيكلة شركة الطيران الماليزية بالفشل، حيث عرضت اتحادات العمال ذات النفوذ تسريح موظفي الشركة، لكن رئيس اتحاد العمال بالشركة قال إنه سيساند خطة الحكومة للخصخصة في حالة تغيير أعضاء مجلس الإدارة. مشاهدينا، نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة إلى أحمد ولجينا وبقية أخبار النشرة. شكرا سامي. فازت السلطنة ضمن أفضل 10 مشاريع مميزة في الملتقى العلمي الآسيوي الثالث المقام بالأردن. وفاز الطالبان المنذر بن حمد الكلباني وسالم بن أحمد الكلباني من مدرسة الحياة للتعليم الأساسي عن مشروع مظلة السيارة الأوتوماتيكية، وشارك بالملتقى أكثر من 250 مشاركا من 26 دولة. غرس المبادئ ومفاهيم الإرث الثقافي العماني لدى الأجيال القادمة أبرز الأهداف التي قدمها معرض الموروثات والحرف التقليدية الذي نظمه نادي بهلا. المعرض أعطى صورة متكاملة للإرث الحضاري التاريخي العماني والذي يؤكد القيمة الثقافية للإنسان العماني. المعرض بأركانه الخمسة وهو يتوزع على زوايا قلعة بهلا التاريخية يعطي دلالة على ذلك التمازج والتناغم الذي يجمع مفردات ومكونات التراث العماني الأصيل وما يحمله من بعد ثقافي ساهم في إثراء الحضارة الإنسانية على مدى العصور المتعاقبة. ما في شك أنه مثل هذه المعارض الحرفية تشجع الصناعة الحرفية في السلطنة
وتعزيز أيضا مكانة هذه الحرفة وأيضا زراعتها وبنائها للأجيال القادمة من خلال تكرارها وعرضها في القلاع والحصون في الأماكن التاريخية التي تعطي أيضا لها عبق تاريخي. بهلة بما تزخر به من صناعات وحرف تقليدية وما تنفرج به من فنون عمانية يرسم أبناءها اليوم لوحة جميلة تعود بذاكرة المشاركين بالمعرض إلى الفترات الزمنية التي شكلت فيها مثل هذه الصناعات المتوارثة حجر زاوية رئيسية في حياة الإنسان العماني. الرسالة الأساسية هي إحياء المكنون التراثي العماني، كذلك تشجيع الأجيال الناشئة على التمسك بمثل هذه العادات والتقاليد، كذلك الرسالة الأساسية هي التعريف الزائر بمكنون والموروثات والحرف والأماكن السياحية في ولاية بهلة. يكاد يكون الولاية الوحيدة في السلطنة تشمل جميع الحرف العمانية، من بدء من صناعة الفخار والخوصيات والجلود والمشغولات اليدوية، يعني بهذا الحجم الهائل والتعدد لا نجده في ولايات أخرى. المعرض الذي جاء تنظيمه هذه المرة بإمضاء شباب الولاية ضم في مكوناته ركنا حيا للصناعات الحرفية التي لا تزال تمارس حتى يومنا هذا، إلى جانب ركن صاغته المرأة العمانية قدمت من خلاله مساهمتها الفاعلة في إحياء التراث والموروث. محافظين عليه من يوم أجدادنا وأبانا عن النسيج هذا، مثلا زيت الشوع زيت القفص هذا كان من يوم أجدادنا، الصندل والمحلب هذا كان من السابق الأول، البخور هذا المصلوح كان من الزمان الأول، دباغة القلود يعني والأشياء هذا اللي كانت من الزمان الأول يعني، لكن نحن محافظين عليه. فيما عزفت فرق الفنون العمانية المغناة أجمل ألحان الترانيم التراثية العذبة في وقت تواصلت فيه الألعاب التقليدية التي تجد اليوم اهتماما متزايدا. تنظيم الفعاليات والأنشطة ذات البعد التراثي داخل القلاع والحصون يعد توظيفا مثاليا لمثل هذه المواقع التاريخية. سعيد بن ذيب الهنائي من داخل قلعة بهلة، محافظة الداخلية. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: موافقة فلسطينية ورفض إسرائيلي لمقترح مصري جديد للتهدئة وارتفاع عدد الشهداء جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع. النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا تظهر تقدم أردوغان ب 54% من جملة أصوات الناخبين. مركز القبول الموحد يؤكد وجود أكثر من 4300 مقعد دراسي لا تزال شاغرة بعد الفرز الأول. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم. أحوال الطقس مع معلومة اليوم وهي عن ظاهرة القمر العملاق، وهي ظاهرة تحدث عند اكتمال القمر تزامنا مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض، ويسبب عادة مد بحري ملحوظ نسبيا. تحدث هذه الظاهرة 4 إلى 6 مرات في السنة. هذه الليلة تشهد السلطنة هذه الظاهرة، ظاهرة القمر العملاق، ويصل حاليا في هذا التوقيت تقريبا إلى حوالي 355 كيلومتر كأقرب نقطة ممكنة من الأرض، وأيضا سطوع ضوء القمر يصل إلى حوالي 99
1.9%. قد تشهد بعض المناطق الساحلية للسلطنة، خصوصا المناطق التي أيضا يكون البحر متوسط لهائج الموج على سواحلها، قد تشهد مد عال بشكل ملحوظ هذه الليلة نظرا لوجود هذه الظاهرة. بشرة لآخر صور الجوية، ونلاحظ تدفق بعض السحب العالية والمتوسطة يبقى مستمر على المناطق الساحلية، خصوصا سواحل محافظة جنوب الشرقية، ونشاط مستمر لسحب الخريف على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والمناطق الجبلية، ونشاط كان حاضر بشكل جيد هذا المساء أيضا على جبال الحجر. الأمطار كانت حاضر بشكل متفرق ومتفاوت في الغزارة من خلال تشكل السحب المحلية مثل ما نلاحظ هنا في آخر الصور الجوية. بشرة إلى حركة الرياح، تستمر جنوبية لجنوبية غربية معتدلة نشطة السرعة، تكون جنوبية نشطة السرعة شمال محافظة ظفار، قد تكون مثيرة أيضا للأتربة والغبار هناك. بحر هائج الموج يصل أقصى ارتفاعا له 4 أمتار، ورطوبة تبقى عالية هنا تصل إلى 95%. على سواحل محافظة مسندم الرياح تستمر جنوبية شرقية ولكن معتدلة السرعة، وتكون شرقية نشطة السرعة على سواحل محافظة شمال الباطنة. البحر يبقى متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم يصل أقصى ارتفاعا له 2 متر، بينما الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية أحيانا، وعلى سواحل بحر عمان معتدل نشطة السرعة، بحر هادئ إلى متوسط الموج يصل أقصى ارتفاعا له 1.5 متر، ورطوبة نسبية تصل كذلك هنا إلى 95% على سواحل بحر عمان. إذا الفرصة قائمة لبعض السحب المنخفضة في أول نهار في أجواء مناطق الساحلية هنا في محافظة مسقط، ودرجة حرارة 34 درجة مئوية. فرصة لبعض الأمطار تبقى حاضرة شرق جبال الحجر على جنوب الباطنة الجبلية، ودرجات حرارة عند مطلع الأربعينات منتصف الثلاثينات في صحار، مع فرصة أيضا لبعض السحب المنخفضة في أول النهار. كذلك هو الحال بالنسبة لسواحل محافظة مسندم، ودرجة الحرارة العظمى هنا تصل إلى 40 درجة مئوية. إلى شمال الشرقية، فرص الأمطار الرعدية تبقى حاضرة غدا، وكذلك والحال بالنسبة للولايات المجاورة لجبال الحجر في محافظة الداخلية وكذلك المناطق الجبلية، ودرجات حرارة تبقى حول منتصف الأربعينات. كذلك والحال بالنسبة لعبري، فرص لبعض الأمطار الرعدية تبقى حاضرة في عبري أيضا، وأجواء غائمة جزئيا في فترة المساء في البريمي، ودرجة حرارة 43 درجة مئوية. أجواء خريف صلالة تبقى حاضرة وبنشاطها أيضا، درجة الحرارة هنا 25-37 العظمى غدا في ثمريت، مع فرصة لبعض السحب المتفرقة، وسحب أول النهار قد تكون حاضرة في هيمة تتلاشى لاحقا، درجة الحرارة هنا 43 درجة مئوية. وتستمر أيضا السحب المتدفقة على سواحل محافظة جنوب الشرقية ضمن أجواء لطيفة معتدلة، مع بعض السحب أجواء غائمة جزئيا على طول سواحل محافظة جنوب الشرقية، خصوصا السواحل المطلة على بحر العرب، بينما هنا في صور تصل درجة الحرارة حول منتصف الثلاثينات، مع فرصة أيضا لبعض السحب المتدفقة في أجواء صور. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.